السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات سلسلة ترجمة دروس موقع فيديو كوبايلوت المقدمة من gfxacademy.net. يمكن انتوا عرفتوا الدرس من قبل ما اتكلم عنه، بس صدقوني مختلف تماما عن الدرس الاصلي، وان كانت بتودي لنفس النتيجة، وده اللي احنا متبعينه في موضوع الترجمة. ما بنتغيرش بطريقة الدرس الاصلي، لا بنزود عليها من واقع خبرتنا وشغلنا. هشوف اللي انا عايز اوريكم اللي انا عايز اتكلم فيه، مختلف تمام الاختلاف في الشكل وفي الكيفية وفي كل حاجة عن الدرس الاصلي، لان انا عايز اعمل زي فلودنج بارتكلز، زي كأن بارتكلز ماشية جوه بارتكلز بشكل زي ناري كده. هوريها لكم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، تمام، بالشكل اللي انتوا او الشكل الجميل او الفلويد اللي انتوا شايفينه ده. وعلى فكره هو كان في الدرس الاصلي بيحاول يحاكي تقريبا افكت من الابل ايبود، حاجه زي كده. اعتقد ان ده اقرب من اللي هو طبعا مش ده، يعني الطريقه دي اقرب من اللي هو عملها للافكت الاصلي. تعالوا نشوف مع بعض انا عملتها ازاي. تعالوا نروح هنقفل كلوز للبروجكت ده خالص. close project don't save. تعال اول حاجه نروح نعمل كومب، نسميها main comp. هروح اخليها hd. نيجي بعد كده عايزين نحط particular لان هو اللي هيعمل الشغل ده. particles خليها، مش هتفرق سودا من بيضة، حاجة اقول له particular خلاص بالمنظر ده كده. اولا انتوا شفتوا الشكل الابستراكت ده او الشكل العشوائي ده، طبعا هيبقى عن طريق لايت. اللايت ده هيتحرك حركة عشوائية في السين وهيسحب وراء البارتيكلز. هروح للاير نيو لايت، هسميه اميتر، ومش لازم مع الفيرجن الجديد بتاع بارتيكولر انك تسميه اميتر. ده كان لغايه اصدار 11 ونص، من اول اصدار 2 ممكن تسمي اي اسم يعجبك، بس في الاوبشنز تقول له ان اللايت اسمه كذا. هعمل اوكي، هخلي دي ابيض لانه هياخد الانتنسيتي واللون بتاعه من الانتنسيتي بتاعه اللايت. في بارتيكولر لو رحت اوبشن حدد هنا اسم اللايت اللي انت عايز تخليه اميتر للبارتيكلز. نروح للاميتر، هروح للاميتر تايب، هقول له لايتس اوتوماتيك، هيروح لللايت. البوزيشن سب فريم اللي هي دقه نعومه البارتكلز في الكيرفات، لكن لما اللايت ده يتحرك ويعمل كيرف ما يبقاش مضلع خلاص، ممكن اقول له طبعا كل ما زود كل ما ياخد وقت اكتر في الريندر شويه، فخلي 10 اكس سموث. طبعا انا عايز سرعه اللايت هي اللي تتحكم في سرعه البارتيكلز، يبقى هقفل كل الفيلوسيتيز، مش عايز اي حاجه خلاص. الاميتر سايز هتحكم فيه من او حجم البارتيكلز او حجم الاميتنج هتحكم فيه من البارتيكل او كاستم بارتيكل اللي انا هعملها كمان شويه. عشان نعرف نكمل تعالوا بس نعمل حركه لللايت. طبعا يعني عشان ما اقعدش احركه بكي فريمز ممكن احط له الويجل. هضغط بي الت كليك واقول له ويجل كوما، هحط عدد مرات الاهتزاز وليكن نص ومثلا 350 بكسل يمشيهم. لو انا جيت عملت كده هلاقي اللايت عندي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا انا ممكن ازود دي شويه اخليها 550 بحيث يمشي مسافه اطول، وممكن عشان البارتكلز ما تنتهيش بسرعة ممكن اروح لبارتكلز، اروح لبارتكل واخلي اللايف بير سكند اعلى شوية وليكن بسبعة، فتستنى شوية على لما تختفي او على لما تروح كتير. سبعة كتير، خمسة، ماشي بالشكل ده كده. تعال عشان نبقى حرين الحركة نضيف كاميرا.
طبعا الكاميرا واخدة وايد انجل. ممكن ان انا اروح للكاميرا نفسها واعدلها. طبعا انا عايز اخلي الكاميرا البوينت اوف انترست بتاعها مع اللايت عشان اعرف الفها زي ما انا عايز. هروح لتوب، طبعا الكاميرا ورا خالص، هاخد الكاميرا كده 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 مثلا، تمام بالمنظر ده بالشكل ده كده. طب ما انا عايز اخلي البوينت اوف انترست مع اللايت، ماشي. هروح ل الت كليك على البوينت اوف انترست واخدها للبوزيشن بتاع اللايت كده. البوينت اوف انترست على طول هتبقى مع اللايت، وكده ابقى ضامن ان الكاميرا او اللايت ما يخرجش بره الكاميرا. هروح للاكتف كاميرا بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين كده اللايت ما بيخرجش بره الكاميرا. طبعا ممكن ان انا احط زائد 50 او 100 بحيث ان انا اتحكم في البوينت اوف انترست. تعالوا نعمل حاجه حلوه قوي، تعالوا نروح للاير نيو نال اوبجكت. انا مش هعمل حاجه في النال ده غير اني احط عليه كنترولز اتحكم بيها في البوينت اوف انترست عشان ابقى ضامن انها مع اللايت واحركها زي ما انا عايز. هروح لافكتس واكسبريشن كنترولز واحط سلايدر كنترول. رايت كليك على السلايدر واقول له ايديت فاليو واخلي اخره خلاص ب 5000 مثلا. طبعا ده اخر السلايدر ده كده، تمام. لو عملت كده ماشي ايديت فاليو، وانا عملت ايه؟ ايديت فاليو من 0 تو 5000 صفر. هنا اسف، هنا اخره 5000. طبعا انت لو زودت هنا هيزود عن ال 5000، بس انا الاخر بتاعي هخليه 5000. براحتك تخليه زي ما انت عايز. هعلم على ال 100 دي واعمل الت كليك على السلايدر، او مش الت كليك على السلايدر، اسف. هعلم على ال 100 دي كده الت كليك، الت كليك تاني على البوينت كنترول زد كنترول زد. ما انا المفروض في خطوة واحدة اصلا على فكرة من غير ما اعمل الت تقريبا. انا ريدو كنترول شيفت زد، اعتقد دي بقى ب 5000. ايديت فاليو 5000 مظبوط. خلاص هروح انا على يو عشان اجيب ده، وهمسك ال 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 البيك ويب. معلش انا مش مركز شويه، همسك البيك ويب، هسلكت دي كده وامسك البيك ويب دي واسحبها ليه السلايدر بالمنظر ده. اصبح كده اقدر ان انا بكل بساطه عن طريق السلايدر ده، طبعا كده اللايت تمام اهو، ممكن احرك يمين او شمال زي ما انا عايز. في نفس الوقت اقدر الف الكاميرا ورا اللايت قدام اللايت زي ما احب. يبقى انا كده ضمنت 100% ان اللايت اولا مش هيخرج بره الكاميرا، ثانيا احرك الكاميرا مكان ما انا عايز، تمام بالشكل ده كده. طبعا زي ما تحب. نيجي بقى للنل، توديه يمين وشمال زي ما انت عايز. تمام. طبعا انت ايه بقى تظبط الدنيا بتاعتك زي ما تحب.
ماشي بالمنظر ده كده. تمام، تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل الدنيا بتاعتنا دي ازاي. الاول ده نسميه كام؟ كنترولر متهيألي ناقصة ال، مش مشكلة دي البارتكل. تعالوا بقى نشوف هنعمل الشكل اللي احنا شفناه من شوية ده ازاي. انا عايز اعمل شكل للبارتكل. الاول تخيل شكل البارتكل هيبقى عامل ازاي. تعالوا نروح لكومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، نعمل حاجة كده ولتكن 100 في 100، طبعا دي حاجة صغيرة، وبعدين هي 10 ثواني مفيش مشاكل. عايز تخليها فريم واحد خليها، بس انا عايز 10 ثواني عشان هعمل حركة. هروح لأكشن تايتل سيف، تمام، وهسمي الكومب دي بارتكل. وتعالوا نروح للشيبس، اخد ريكتانجل، وتعالوا نروح هنا اهو كده عشان على البتاع ده عشان ابقى عارف الدليل بتاعي شكله عامل ازاي او مكان البارتكلايه بتاعتي فين. حاجه كده مثلا طويله كده مفيش مشاكل. هروح للريكتانجل، افتح الريكتانجل باث، واشيل الكونستانت بروبورشن واطولها سنه، مفيش ادنى مشكله خالص. طبعا الخط ده مش موجود اصلا، ده علشان انا مزوم، ماشي، فما تقلقش منه. ده هنسميه بوكس. وتعالوا نعمل ريبيتر او ريبيت للبوكس ده. اروح لاد واقول له ريبيتر، طبعا عمل ريبيتنج او عمل تكرار. هقفل كونتنت ده كده، اقفل ريكتانجل باث اسف، وافتح الريبيتر اوبشنز. طبعا عندي الكوبيز اللي هي عدد النسخ، وعندي الترانسفورم بس للريبيتر اللي هو الروتيشن بتاع الريبيتر. طبعا انا عايز اخلي ده زي الدايره كده، فانا هضطر ان انا اعمل روتيت مثلا وليكن بمقدار 20 درجه بين كل انستنس والتانيه، او بين كل نسخه والتانيه. طب هو لغايه دلوقتي هو عمل روتيت، بس انا عايز اوريكم الروتيت ده. لو انا حركت الاوفست، طبعا بيتحرك بطريقه، طب خلوها زيرو، هنزود عدد الكوبز حبتين. انتوا خدتوا بالكم انه بينزل لتحت ليه؟ لان في روتيت، في روتيت كده، بس الروتيت كده مش باين ليه؟ لان البوزيشن ب 100. لو قللت البوزيشن ده بصوا عمال يقل يقل يقل، شايفين هو جاي عامل ازاي؟ جاي بالمنظر ده كده. فانا هخلي البوزيشن بزيرو وازود عدد الكوبز فتلاقيه شغال كده. هخلي ده 19 طبعا 20 18 16. انا عايز ابقى ضامن ان مفيش نسخه فوق نسخه او واحده فوق واحده، يبقى هما 18 مظبوط. يبقى بين كل واحده واحده 20 درجه وهما 18 نسخه. طبعا الاوفست لو عملتها كده ولا هتاثر معاك باي حاجه. الروتيشن نفس الموضوع، الاوباستي مفيش مشاكل. كده خلصنا من الشكل الاولاني. طب عاوز اعمل الشكل التاني، تمام. الشكل التاني هيبقى عبارة عن دايرة. هعمل كنترول دي، ده بوكس 2، وليكن دي هسميها سفير. مش عارف انجليزي بتاعي النهاردة ماله. تمام، هروح افتح الكونتنت بتاعها. هو ليه انا فاكر ان كان فينا حاجه بتعدل الشيب؟ طب انا لو وقفت على دي كده ورحت على دي وضغطت دبل كليك، هل الشيب يتعدل؟ والله الشيب يتعدل، بس هشيل انا ده كده، وفي الاليبس اليبس باث عندي سايز، والله يتعدل. تمام، جميل قوي قوي قوي، حلو البتاع ده. هخليه مثلا وليكن 5، تمام، وهحطها بقى فين؟ فوق.
هنا كده مع ده او جنبه، مش خليها معاه، خليها معاه في نفس البوزيشن. طب ما انا اجيب بوزيشن ده واشوف هو كام، 50 50. جيب بوزيشن دي 50 50، هي راحت فين؟ خمسين وزيرو، اعتقد هو مش زيرو قوي يعني، 50 ماشي، 50 و7 مفيش مشاكل بالشكل ده. كده اروح بقى للسفير، متهيألي مفيش بقى، لا في ريبيتر، تمام، 18 والترانسفورم، طبعا هشيل بقى الريبيتر ده لان هو كده مش مظبوط، تمام، وهحط ريبيتر تاني، ادي الريبيتر كده اتظبط اوتوماتيك. اروح للترانسفورم اوبشنز، اخلي الروتيشن 20 مؤقتا، واخلي البوزيشن 0، وازود عدد الكوبيز، بوزيشن 50 50، مش عارف لما اضغط دبل كليك الدنيا باظت ليه. طيب انا هشيلها خالص واعملها من الاول، هروح ل الاليبس تول واجي هنا كده واعمل اليبس كده اهو، سيبه هنا كده بالمنظر ده، واجي عليه كده واقوم قايل له ريبيتر، ماشي. هاجي على ترانسفورم اوبشن للريبيتر واعمل روتيشن ب 30 درجة، حلو ظبط زيرو، كده ظبط، بس انا هقلل بقى ال30 درجة دي ولا هزودها، هنشوف دلوقتي. خلاص، وازود عدد النسخ بالشكل ده كده. هي بقى اللعبة كلها في ال30 درجة دي، الدنيا كلها في ال30 درجة. طيب هي اللي فاتت كانت كام؟ اللي فات كان في الكونتنت، في الريبيتر، في الترانسفورم اوبشنز كانت 20 درجة و18 نسخة. تبقى دي ممكن تكون 40 درجة، وعدد النسخ ده هيتغير، عدد النسخ ده هيبقى، لا مش 40 درجة، مش 40، هتبقى كام؟ اقل من 40، عايزة تيجي هنا في النص كده كده، ادي التانية، ايوه مظبوط، ايوه يبدأ بقى ايه، يبدأ ما يظبطش. طب نظبطه ازاي؟ 20 مظبوط، فاضل واحدة كمان، 18، الحمد لله. تمام، نيجي هنا بقى ل سفير، ماشي بالشكل ده كده. و تعالوا عايزين نعمل زي وميض، او قبل ما نعمل وميض، انتوا شفتوا اللي هي الحركه الانسيابيه اللي جوه البارتك اللي عامله زي الفلويد كانه طوفان كده، دي بقى نعملها في الجزء التاني.